يلا بسم الله. هنتكلم على ليسون 4 في الجيومتري. ليسون 4 من الليسونز اللي سهل بس في نفس الوقت محتاج تركيز قوي، وممكن يوصل معاك لدرجه ان هو يبقى اصعب درس في المنهج. بص، التدرج بتاع الكلام هو سهل لو انت ركزت فيه وفهمت هو قصده ايه من الدرس، وممكن يبقى سؤال رخم بالنسبه لك، وممكن يبقى سؤال انت مش فاهم بيتكلم عن ايه اساسا، على حسب انت مركز في الكلام اللي انا هقوله لك ولا لا. تعالى نبدا. الاول عنوان الدرس اسمه The Special Cases of the Parallelogram. احنا اتفقنا مين هو البارالليلوجرام. لما بدانا نشرح البارالليلوجرام قلنا البارالليلوجرام ده هو عباره عن كوادريلاتيرال، شكل فيه كام سايد؟ 4. ايه الشروط اللي بتتحقق فيه عشان اقدر اقول عليه ان هو بارالليلوجرام؟ each two opposite sides are parallel. لا ثاني، انا بقول ايه الشرط اللي يتحقق فيه اللي هو الديفينيشن بتاع البارالليلوجرام. يبقى بارالليلوجرام لو لقيت each two opposite sides are parallel، اول ما تلاقي each two opposite sides are parallel اقدر اسمي الشكل ايه؟ بارالليلوجرام. تمام، ايا كان الشكل ده بالنسبه لك ايه. يعني انا لو رسمت لك شكل سكوير، هل السكوير اقدر اسميه بارالليلوجرام؟ لا. طبعا. عشان بص، ما هي دي المشكله. انا قلت لك الدرس بيبدا بدايه شكلها غريب بالنسبه لك، ازاي اقول على السكوير ان هو بارالليلوجرام؟ لا، هو اصله بارالليلوجرام. طب ما الرومبس نفس الكلام، مش الرومبس عندي each two opposite sides ده وده parallel وده وده parallel. طب ما نفس القصه مين؟ الريكتانجل السايد ده وده parallel وده وده parallel. طب الترابيزيوم؟ لا، هو الوحيد اللي لا، لان التو سايدز دول parallel، اما التو سايدز دول not parallel، هيبقوا ايه؟ intersecting، هيلمسوا بعض في بوينت outside the shape. طيب كلام جميل. ده معناه ان سواء كان الشكل اسمه سكوير او رومبس او ريكتانجل، اقدر اقول على اي شكل في الثلاثه دول انه ايه؟ باراليلوجرام. بس خد بالك بقى، هل اقدر اقول على الباراليلوجرام انه سكوير؟ لا. في شروط بقى موجوده في السكوير مش موجوده في مين؟ في الباراليلوجرام. طب هل اقدر اقول على الباراليلوجرام انه رومبس؟ اقول عليه ريكتانجل؟ طيب خلينا نتفق ان احنا عشان نشرح الدرس ده ممكن نشرحه بطريقه سهله قوي. لو اعتبرنا ان في اب خلف ثلاث عيال، الاب ده اللي هو بالنسبه لنا مين؟ الباراليلوجرام. الاب ده خلف الريكتانجل، خلف الرومبس، وخلف السكوير. طبعا الريكتانجل والرومبس هما الاثنين الاخوات الصغيرين، اما الكبير السكوير. الكبير هنا مقصود بيه الكبير في البروباريتيز، الخواص. كل واحد من الثلاثه بيحاول على قد ما يقدر يبقى زي ابوه، بمعنى ان اي حاجه هتلاقيها في الريكتانجل هو اكتسبها من مين؟ من باباه، من الباراليلوجرام. اي حاجه في السكوير تبقى موجوده لازم، هو واخد كل خصائص باباه. اي حاجه في الرومبس كان اصلها موجوده عند باباه، بس كل واحد فيهم هيحاول يتميز بحاجه عن باباه. هو خد صفات باباه، وبعد ما خد صفات باباه الريكتانجل قال لك بص انا شبه باباي، بس انا مش عاجبني في ابويا انه معوج. ما هو الباراليلوجرام معوج، فايه الحل؟ قال لك خلاص بص انا هظبط نفسي، هخلي فيا انجل مالها رايت بكام ديجري؟ 90. فطالما دي ب 90 زي ابوه بقى، الاوبوزيت ليها بكام؟ ب 90، والادجيسنت او الكونسيكتيف هتبقى 90 بسبب ان هما الاثنين مجموعهم 180. وطالما دي ب 90 بقت دي، هو مرض وانتشر، انجل واحده ب 90 خلت لك كله بقى 90. كلام جميل. نيجي لمين؟ الرومبس. الرومبس مش عاجبه في ابوه ان التو سايدز دول نوت ايكوال، السايد ده مختلف عن ده في اللينكس. قال لك بص لا، ده انا هخلي كل السايدز بتاعتي تبقى ايكوال، بس انا لسه معوج، لسه ما فيش انجل عندي رايت. هيجي مين بقى؟ الطماع، هيلم كل مميزات العيله،
كل حاجة في مين؟ في الباراليلوجرام. وهيتعدل زي وهياخد السايدز الايكوال من، فيبقى شكله هو شكل السكوير اللي انت متعود عليه، ان كل السايدز بتاعته ايكوال زي الرومبس، كل الانجلز بتاعته ايكوال ورايت زي الريكتانجل، وفي كل خصائص باباه. ما هو دلوقتي هو اتعدل بسبب ان هو حط في نفسه انجل 90. نعم لسه هنقول برضو نفس القصة بالنسبة للدياجونال. واحنا بنرسم الاشكال لو انت مركز في شكل كل رسمة من دول هتبدأ تحس ان في تغير حصل كمان في الدياجونال. الدياجونال هنا دول التو دياجونالز، التو دياجونالز في الحالة دي هل هم ايكوال؟ لا. طيب مين هنا الدياجونالز بتاعته نوت ايكوال؟ الرومبس. الرومبس. عارفين الطيارة الورق؟ بتتعمل من بوصتين كده، بوصة بالعرض وبوصة بالطول، البوصة دي مختلفة عندي، دي أطول ودي أقصر، تمام؟ طيب ده بالنسبة للدياجونال هنا. أما هنا هل الدياجونالز بقوا إيكوال؟ واضحة قوي إن الاتنين قد بعض في اللينس. بص على البورد كده الصبورة، ووصل بداية البورد بآخرها من تحت، ونفس الكلام الناحية التانية، هتلاقي التو دياجونالز مالهم إيكوال. طيب هنا السكوير هل ايكوال ولا نوت ايكوال؟ ايكوال. طب تعالى نتكلم بقى على الانجل اللي في النص اللي ما بين الدياجونالز. هل الانجل دي انت شايفها رايت؟ لا. ده واحده اوبتيوس والثانيه اكيوت، الاكيوت قصادها اكيوت في او اي، والاوبتيوس قصادها اوبتيوس. الكلام ده هيتكرر مع مين؟ بعينيك كده الريكتانجل. او بص اكيوت اكيوت، اوبتيوس اوبتيوس، السكوير لا، السكوير كله رايت كله رايت، راجل محترم تمام. الرومبس راجل محترم، كل حاجه رايت. فدلوقتي انا بدات اخد بالي ان في مميزات في اشكال مش موجوده في اشكال. يعني مثلا لو جيت قلت لك رايت انجل، دي موجوده في مين؟ في السكوير. لا وفي الريكتانجل، لكن مش موجوده في الباراليلوجرام ولا الرومبس. انا بتكلم على الانجل مش الدياجونال. طب لو قلت لك الدياجونال بايزكت ايتش اذر، الريكتانجل موجوده في مين؟ ليه بقى؟ لان دي موجوده في الاب، فاتنقلت غصب عنها لمين؟ لكل عياله. مش احنا قلنا اي حاجه موجوده في الاب هتلاقيها موجوده عند عياله، صح؟ دلوقتي من خصائص الباراليلوجرام، من البروبريتيز بتاعت الباراليلوجرام، ان الدياجونالز مالهم بايزك ايتش اذر، بيقسموا بعض نصين، فده هتلاقيها غصب عنها اتنقلت كده جينات، جينات وبتتنقل وراثه، غصب عنهم هتلاقوا كل الدياجونالز بتاعتهم ايه؟ بايزك ايتش اذر. كلام جميل. طب لو قلت لك دلوقتي مين اللي الاول سايدز ار ايكوال ان لينكس؟ السكوير والرومبس. هل في الباراليلوجرام؟ هل في الريكتانجل؟ لا. طب لو قلت لك الدياجونالز ار نوت ايكوال ان لينكس؟ الريكتانجل؟ لا طبعا. ازاي بقول الدياجونال ار نوت ايكوال الباراليلوجرام والرومبس؟ طب لو قلت لك الدياجونالز ار بيربنديكولر، عامله رايت انجل فين؟ في الرومبس والسكوير. بس يا جماعه نصحى، شفتوا في ناس بترد بردود مش موجوده؟ عشان كده قلت لك الدرس ده يا يتفهم جدا يا مش هيتفهم خالص، هتحس ان الدنيا سايحه على بعض. ايه اللي خلاني اقول دلوقتي ان الدياجونالز بيربنديكولر موجوده هنا وهنا وما قلتش هنا وهنا؟ لان الخاصيه دي موجوده في شكل الرومبس لما انا قلت لك هنا ان في رايت، وموجوده في السكوير لكن مش موجوده هنا اكيوت اوبتيوس، وبرده مش موجوده في الباراليلوجرام. طيب الاسئله بقى، طبعا شويه الشخبطه اللي انا شخبطتهم لك دول هم خلاصه الدرس، فاحنا نرميهم في الزباله. ونبص عليهم هنا تاني. بيقول لك ايه بقى؟ ذا باراليلوجرام از ا، امتى الباراليلوجرام يتحول لريكتانجل؟ لو كان one of its angles is right. طب امتى يبقى رومبس؟
لما يبقى two adjacent sides are equal in length. امتى يبقى square؟ بصوا الطماع ها. One of its angles is right and two adjacent sides are equal in length. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ان هو خد اللي بيميز مين ومين مع بعض. زي ما انت شايف كده السكوير طماع، خد الخاصيه اللي بتميز مين؟ الاثنين اخواته الرومبس ويل، ضمهم على بعض وبقى عنده الانجلز مالها زي الريكتانجل، وعنده الادجيسنت سايدز ار زي الرومبس. طب بص بقى هنا، لو لقيت تو دياجونالز ار ايكوال، الدياجونالز قد بعض مع مين؟ مع ريكتانجل. طب وهنا الدياجونالز ار بيربنديكولار لمين؟ اما الباشمهندس ده هيعمل ايه؟ هياخد الاثنين، هيخلي التو دياجونالز ار بيربنديكولار اند ايكوال ان لينس. طب امال ايه بقى دي ودي؟ دي هياخد واحده وواحده، يعني هياخد دي ومعاها دي، او دي ومعاها دي. ازاي؟ one of its angles is اهي هنا، ومعاها التو دياجونالز ار بيربنديكولار. ما هو ما ينفعش ياخد الاثنين دول، ما الاثنين دول في نفس الشكل. هو عايز يتميز باللي بيميز الريكتانجل والرومبس في نفس الوقت، فهياخد حاجه من هنا وحاجه من هنا، او ياخد حاجه من هنا وحاجه من هنا. فانا دلوقتي ممكن اقول ان التو ادجيسنت سايدز ار والتو دياجونالز ار، او التو ادجيسنت سايدز ار ايكوال ان لينكس اند اتس تو دياجونالز ار ايكوال ان لينكس. خليني اقول لك ان علامه الاكس اللي انا هعملها لك دي علامه مهمه جدا. هو هياخد حاجه من الرومبس مع حاجه من الريكتانجل، او حاجه من الريكتانجل مع حاجه من مين ده؟ السكوير. لدرجه انه ممكن ياخد اسم الريكتانجل نفسه ومعاه حاجه من دول، يقول لك انا السكوير عباره عن ايه؟ ريكتانجل، بس فيا الدياجونالز بربنديكولار. بقى سكوير. انا رومبس وفيا انجلز رايت. بقيت سكوير. انا رومبس جوايا التو دياجونالز ار ايكوال ان لينس. بقيت برضو سكوير. خليك فاكر ان ده هو مين؟ الطماع. تمام؟ بياخد كل حاجه بتميز كل الاشكال. الاسئله بمنتهى البساطه كده نوعين. النوع الاولاني هي اسئله choose complete. النوع الثاني هي الاسئله بتاعه البروف. تعال الاول نبدا كده باسئله choose complete. نبدا. السؤال بيقول لي ذا parallelogram whose two diagonals are perpendicular is called not rhombus ولا square؟ لا rhombus. بس ثانية، السكوير طماع. ما تنساش انت دلوقتي قلت لي ان هو ايه؟ parallelogram اللي هو الاب، وفي كام خاصية ميزته؟ واحدة. يبقى ايه؟ يا rhombus يا rectangle. لكن عشان يتنقل من انه parallelogram السكوير محتاج كام حاجة؟ حاجتين، واحد من ده وواحد من ده. فهمنا؟ فأول لما الاقي هنا انه بادئ بكلمة ايه؟ ومديك حاجة واحدة بس، يبقى الإجابة يا إما هنا ايه؟ رومبس. طبعا احنا عشان بس ما نضيعش وقتنا هنختصر الكلمات. رومبس R H O، ريكتانجل R E C، سكوير S Q، تمام؟ وباراليلوجرام P A R، وترابيزيوم تي ار. بس خلاص عشان ما نضيعش وقتنا بس. ذا parallelogram whose two diagonals are not is called a rectangle. الباراليلوجرام لو خليت الدياجونالز بتاعته مالها يبقى ريكتانجل ايكوال ان لينث. لا لو انا قلت بايزكت، طب ما هو الباراليلوجرام اصلا الدياجونالز بتاعته مالها بايزك. انا ما قلتش حاجه، انا بقول انا باراليلوجرام وفي حاجه بتميز الباراليلوجرام، ابقى مين؟ باراليلوجرام. ما اتنقلتش رحت حته، يبقى الاجابه هنا كلمه ايه؟ ايكوال ان لينكس. طبعا السؤال اللي بعده، ذا باراليلوجرام whose two diagonals are and على طول بس لانه جاب كام حاجه؟ حاجتين. The quadrilateral whose sides are equal in length is called rhombus. ليه بقى؟ جاب حاجة واحدة. جاب حاجة واحدة. طب يا مستر ده ما قاليش عليه انه ايه؟ parallelogram. ما هو استحالة يبقى شكل فيه كل السايدز قد بعض الا لما يبقى
رومبس. تمام؟ لو زودت في حاجة كمان بقى قلت لك ان في انجل رايت مثلا يبقى سكوير، يبقى الاجابة هنا كلمة ايه؟ رومبس. انا بكتبها غصب عني مش مشكلة، مش بنختصر. The quadrilateral whose diagonals bisect each other is called ها؟ باراليلوجرام. هو قال لك شكل الدياجونالز بتاعته مالها؟ دي بتميز مين؟ الاب اللي هو الباراليلوجرام. هل دي حاجه تخليني اقول على الشكل ان سكوير؟ لا، هي موجوده جوه السكوير بس مش هي اللي بتميز السكوير انه يبقى سكوير. خلاص، يبقى الاجابه هنا كلمه ايه؟ باراليلوجرام. السؤال اللي بعده يا ابني غصب عني. The rectangle is a نقط with a right angle. الريكتانجل هو ايه؟ حطينا جواه right angle. Parallelogram. ازاي سكوير يخرب بيت دماغكم؟ شفتوا؟ بتروحوا في حته ثانيه خالص. بقول لك الشكل اسمه ايه؟ is يعني يكون. هو الريكتانجل هو سكوير؟ لا. السكوير ده اعلى مرتبه فيهم، البرنس بتاعه. ما ينفعش تقول على اللي تحته انه سكوير الا لو اتميز بحاجه. هنا انا بقول لك الريكتانجل هو مين؟ باراليلوجرام. لو لقيت جواه رايت انجل، مش احنا لسه قايلينها يا شباب واحنا بنشرح ان لو لقيت باراليلوجرام از ريكتانجل اف وان اوف اتس انجلز از رايت. ركز في الكلام كويس عشان الاجابه هنا بتتوه، كل الكلام تقريبا شبه بعض. فنعم نعمل ايه؟ لا، ده انت لازم تحليها دلوقتي وتروحي البيت تحليها تاني. انا همسح دول واخليك تحليهم تاني هومورك. تمام؟ فلازم الدرس ده يتحل كله بايدك تاني. يبقى الاجابه هنا كلمه ايه قلنا؟ باراليلوجرام. السؤال اللي بعده اقراه كده. The rhombus is not which diagonals are perpendicular. باراليلوجرام. لو مسكت باراليلوجرام وخليت الدياجونالز بتاعته بيربنديكولار كده انت حولته لايه؟ حولته الباراليلوجرام. ايوه. يلا. The square is a نقط with a right angle. ها باراليلوجرام في رايت. هي نفس الساعه اللي فوق خلاص. ما انا قلت يا انت فاهم يا هتروح في داهيه. بص اسمعني بقى، اسمعني. انا قلت لك بدات السؤال بكلمه ايه؟ يبقى ده طماع. هو واخد كلمه هنا انا مش عارفها، واخد كلمة ايه؟ الرايت. دي موجودة في مين؟ موجودة في مين؟ في الريكتانجل. يبقى هو ناقص له حاجة من مين؟ من رومبس. فأنا هكتب له كلمة رومبس. مش ده حرف الإكس؟ أنا خدت اسم الرومبس وحاجة بتميز الريكتانجل. تاني الباراليلوجرام لما تلاقي خاصية من الحاجات الأساسية بتاعته الخمسة، إن التو سايدز each two opposite sides are parallel. Each two opposite sides are equal in length. The two diagonals bisect each other. The two opposite angles are equal in measure. ده الباراليلوجرام. تمام؟ لكن هو معظم الوقت بتبقى الإجابة إن أنا بمسك لك شكل وأحط فيه حاجة زيادة فيتحول لحاجة أعلى منه. أنتوا عارفين؟ القصة زيها زي السلم كده. أقل واحد فيهم يا عيني هو الأب. مين اللي فوقه؟ الريكتانجل والرومبس. الاعلى بقى السكوير. فده محتاج حاجه عشان يبقى ريكتانجل وحاجه عشان يبقى رومبس. ولو الريكتانجل عايز يطلع يبقى سكوير بيحتاج حاجه، لو الرومبس عايز يبقى سكوير بيحتاج حاجه، اما الاب محتاج حاجتين عشان يبقى زيه زي السكوير. بص تاني وركز. The rhombus whose diagonal are equal is called rhombus. الدياجونالز بقوا قد بعض. ايوه هو علي، برافو عليك. سكوير.
خاصيه من الريكتانجل والرومب. خد كلمه ايه مع حاجه بتميز مين يبقى سكوير. ذا ريكتانجل هو تو دياجونالز ار، دي كلمه ريكتانجل وحاجه بتميز الرومبس يبقى سكوير. The rectangle whose two adjacent sides have the same length is called square. ده مين؟ الخاصية دي ال adjacent sides قد بعض موجودة في الرومبس، يبقى الإجابة عرفت أنت محتاج تحفظ إيه أساساً؟ الحاجات اللي بتميز كل شكل عن التاني. لو انت حفظت دول هتعرف ان دي كلمه ريكتانجل ودي حاجه انت ايه المشكله انك مش عارف ان دي بتميز الرومبس. فلو عرفت ان دي الكلمه ودي حاجه بتميز الرومبس يبقى الاجابه على طول سكوير. طيب كلام جميل قوي كده، احنا خلصنا الاسئله اللي ليها علاقه بالتشوز او الكومبليت. شوف السؤال ده اكس واي زد ال از ا، قول لي ايه اللي بيميز الرومبس؟ كل السايدز ايكوال، في كل حاجه بتميز الباراليلوجرام الدياجونالز بيربنديكولار. لا ما فيش ولا رايت. مين الرايت؟ ثانيه الدياجونالز، الدياجونالز رايت تمام، لكن ما فيش ولا انجل رايت. طيب طالما هو في الحاجات اللي بتميز الباراليلوجرام، هل ده معناه ان each two opposite angles are equal in measure؟ اه مش دي موجوده في ابوه؟ يبقى موجوده عندي، يبقى الانجل دي كلها قد الانجل دي كلها. طيب هو مديني ال واي زد بكام؟ ال واي زد، خد بالك ال واي زد الحته دي بس ب 27. طيب هو اللي فوقها ب 27؟ اللي فوقها ب 27؟ طيب خليني اقول لك على حاجه بقى، اسمعني اسمعني بس. الاشكال اللي عندنا اربعه، هما الاربع اشكال اللي موجودين السكوير والريكتانجل والباراليلوجرام والرومبس. ماشي، الشكل ده كل السايدز بتاعته ايكوال، الشكل ده كل السايدز بتاعته ايكوال، الشكل ده التو سايدز دول نوت ايكوال، نوت ايكوال، وده كمان نوت ايكوال. لما تيجي ترسم الدياجونال خد بالك من اللي انا هعمله، لما تيجي ترسم الدياجونال خد بالك كده ايه اللي حصل. انت حاسس، بص انا همشيها لك بالاحساس، الانجل دي قد دي؟ طيب دي قد دي؟ بص انت رديت لا بسرعه اهو، هي لا صح؟ دي قد دي؟ دي قد دي؟ فهمت ليه؟ عشان السايدز ايكوال. الدياجونال بيخرج دايما ما بين فيرتكس، الفيرتكس فيها تو سايدز، طالما التو سايدز دول ايكوال دايما التو انجلز دول هيبقوا ايكوال لبعض. يبقى ده معناه ان الدياجونال بيعمل ايه؟ بايزكت للفيرتكس انجل، بيقسم الفيرتكس انجل نصين قد في شكل مين؟ السكوير، وشكل مين؟ الرومبس. لكن هل الكلام ده بيحصل في شكل الباراليلوجرام او شكل الريكتانجل؟ لا. يبقى خدها مني كده قاعده بتقول لك ايه؟ ان الدياجونال بيعمل ايه؟ بايزكت الفيرتكس انجل ان نقط ونقط سكوير ورومبس. فانا اول دلوقتي ما اجي احل المساله دي هقول له طالما ده رومبس يبقى ده معناه ان الدياجونال ده عمل ايه في الفيرتكس؟ قسمها نصين قد بعض، دي بكام؟ 27. يبقى دي، يبقى دي كلها 54. طب وطالما دي 54 يبقى الاوبوزيت 54. تقدر تجيب الاكس each two adjacent angles are supplementary adjacent، مش ده نفس الخاصيه بتاعت الباراليلوجرام، وطالما في الباراليلوجرام هتبقى في عياله.
تمام. فلما اجي احل المساله بالترتيب كده هنبدا نكتب دلوقتي ادي ال RTF طبعا هنا وبيقول لي calculate the measure of the angles of the triangle او rhombus XYZ L. عايز كل الانجلز بكام، يعني الاكس بكام والواي بكام والال بكام والزد بكام. اروح كاتب له RTF وهنقل الجمله ماشي. مش بيقول لي كالكوليت، يعني ايه كالكوليت؟ احسب. احسب يعني ايه؟ فاين، مش بروف يعني. هنجيب البروف بتاعي ونبدا واحده واحده كده نشوف عايزين نقول له ايه. اول خطوه هتقول له سنس ان اكس واي زد ال از ا رومبس. طالما هو رومبس ذيرفور مين عمل بايزكت لانهي انجل؟ ال ال واي بايزكت انجل اكس واي زد. يبقى ذيرفور انا استفدت ان ميجر انجل ايكوال ميجر انجل اكس واي ال ايكوال زد واي ال ايكوال كام ديجري؟ 27 ديجري. ذيرفور انا استفدت كمان ان ميجر الانجل اللي اسمها اكس واي زد كلها equal 27 times 2 بكام؟ 54 degree. وده معناه ان الاوبوزيت انجل بتاعته 54. يبقى هقول له therefore كمان measure الانجل اللي اسمها xlz equal 54 degree. الخصائص بتاعت الرومبس، مش دي مميزات الرومبس؟ انه شبه مين؟ الباراليلوجرام. عارف لو كتبت له هنا باراليلوجرامز بروبرتيز صح مش غلط، لان هو اصلا باراليلوجرام، هو اصلا باراليلوجرام. طيب كده انا جبت له الانجل واي كلها ومين؟ ال كلها. ايه اللي ناقص؟ الاكس والزد. هقول له دلوقتي ذيرفور كمان ان ميجر انجل اكس ايكوال ميجر انجل زد ايكوال 180 - 54. هتطلع الإجابة 126 ديجري. ليه؟ consecutive angles are supplementary. وبخلصت السؤال. فهمنا؟ تمام.